الله الرحمن الرحيم. لما نتكلم عن المصيفات لك يا عبد العزيز، احنا بنتكلم عن قامة وطنية كبيرة، وبنتكلم عن قاضي قضاء احنا وصفناه بهذا الوصف أثناء انتفاضة القضاء العظيمة في 2005. المستشار زكريا عبد العزيز هو زعيم انتفاضة قضاة مصر التي كانت محطة أساسية مهدت لثورة 25 يناير. هو ومستشار هشام جنينة، مستشار محمود مكي، هشام البسطويسي، ناجي الربانة، كل هؤلاء شاركوا في هذه الانتفاضة العظيمة التي أثبتت أن قضاة مصر هم جزء من هذا الشعب، وهذا هو الدور الأساسي الذي لعبه المستشار زكريا عبد العزيز ورفاقه، أنهم قالوا للشعب المصري أن قضاة مصر معكم وضد التزوير وضد الاستبداد، والتف حولهم الشعب المصري، وكنا نهتف أمام نادي القضاء: يا قضاء يا قضاء خلصونا من الطغاة. البداية الحقيقية للحراك الذي وصل بنا إلى ثورة 25 يناير كانت كما كتبت من قبل هي انتخابات نقابة الصحفيين في 2003 التي سقط فيها المرشح الحكومي صلاح منتصر، ونجح الأستاذ جلال عارف بشعار التغيير، ثم تحرر سلم النقابة وولدت على سلم النقابة حركة كفاية بمظاهراتها التاريخية المعروفة، ثم انتقلنا إلى انتفاضة القضاء سنة 2005، ثم حركة 6 أبريل وما تلاها إلى أن قامت الجمعية الوطنية للتغيير. هذا هو المشوار الحقيقي الذي مهد لثورة 25 يناير، وكان القضاء وبزعامة المستشار زكريا عبد العزيز جزء أساسي من هذا الحراك. الذي يحدث الآن هو حملة من دولة مبارك الفاسدة المستبدة للتنكيل بكل الشرفاء الذين شاركوا في 25 يناير في محاولة إلى إرجاع نظام مبارك برأس غير مبارك. هذه مؤامرة حقيقية على الثورة وعلى رموزها، وأنا يعني عايز أفكر حضراتكم إن أحد الذين يتعرضون لحملة من هذا النوع هو أيضا المستشار هشام جنينة، وأيضا يتهم بأنه إخواني أو أنه متعاطف مع الإخوان، نفس التهمة التي توجه للمستشار زكريا عبد العزيز، لأن هشام جنينة كشف ملفات الفساد ووضع يده في فم الأسد، وكشف فضيحة الحزام الأخضر التي تورط فيها وزراء وقضاء و200 ضابط من الرقابة الإدارية، 200 ضابط متورطين في الحزام الأخضر. يعني الناس اللي أنا جايبهم يراقبوا ويحاربوا الفساد هم المتورطين في الفساد. وللأسف الشديد أي ترشيحات لأي مناصب، من يقول أن ذلك يصلح وذلك لا يصلح؟ هي الرقابة الإدارية التي فيها كل هذا الفساد وكل هؤلاء الفاسدين. يعني دولة الفساد ما زالت قائمة، لم تمس حتى الآن، وهذه هي معركة هذا النظام، معركة السيسي الحقيقية كما كتبت أيضا هي مع الفساد وليس الإرهاب. الفساد أخطر كثيرا من الإرهاب. الإرهاب معروف، سلاحه معروف، والشعب كله ضد الإرهاب، لكن الفساد متوغل في كل مفاصل الدولة وشرائنها، ودي المعركة الحقيقية. فمعركة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز ده دفاع عن الوطن، دفاع عن العدالة، دفاع عن مستشار قاد ثورة القضاء. المستشار زكريا عبد العزيز كان له الفضل في تغيير قانون مجلس القضاء الأعلى، اللي هو أول واحد وضع شرط جيد للدخول إلى النيابة العامة، ده ما كانش موجود. كان قبل كده
اولاد المستشارين الساقطين بيدخلوا النيابه، واللي واخدين مقبول بيدخلوا النيابه. المستشار زكي عبد العزيز ورفاقه وضعوا شرط الجيد لكي كشرط لي، والان طبعا في محاولات لتجاوز هذا الشرط، وايضا هناك محاولات بتقول بكل بجاحه ان ابن القاضي يجب ان يكون قاضيا وابن المستشار يجب ان يكون مستشارا. فالمستشار زكريا عبد العزيز له الفضل في دق اول مسمار في نعش التوريث في السلك القضائي، عشان كده بيتحارب، وعشان كده رجال احمد عز اللي جم واستولوا على نادي القضاء وما زالوا للاسف الشديد الان هم من يشوهون زكريا عبد العزيز ورفاقه. فمعركه هؤلاء مع القضاء المستقل ومع القضاء الشعبي الذي التف حوله الشعب، و يعني المعركه ايضا معركه ضد رموز وضد المقاتلين ضد الفساد. المستشار انا على فكره يعني اختلفت مع المستشار زكريا عبد العزيز اثناء حكم الاخوان، لكن الخلاف لا يفسد للود قضيه، والخلاف لما يبقى مع قامه بحجم المستشار زكريا عبد العزيز ده لا يعني ان احنا ننسى دوره في انتفاضه القضاء وفي التمهيد لثوره 25 يناير وفي استقلال القضاء الحقيقي وفي كسر الحواجز بين القضاء وبين الشعب وفي المحاولة الحقيقية لإصلاح القضاء بوضع شرط السن، ووضع أيضا شرط السن هو رفض أن يتم المد للقضاء ل 72 سنة. دي إنجازات المستشار زكريا عبد العزيز الذي يدفع ثمنها الآن، لأن الفاسدين في السلك القضائي للأسف الشديد يحاولوا اللعب على أبشع ما في القضاء، وهو ان ابناء القضاء لازم يدخلوا السلك القضائي، وان القضاء لازم يكونوا متميزين، وان القضاء يعني يجب ان يحصلوا على امتيازات ماديه كثيره جدا. احنا مع ده كله، لكن مع ان السلك القضائي يظل مستقلا، وايضا مع ان الرموز بحجم المستشار زكريا عبد العزيز لا يمكن ان نسمح بان يتم إهانتها أو الاقتراب منها. نحن مع المستشار زكريا عبد العزيز حتى النهاية، وشكراً.